سلام سلام كيراكم يا البنات شراكم ان شاء الله تكونوا لاباس وفى صحه وعافيه يا رب دوام الصحه والعافيه للجميع يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا لاباس وفى صحه وعافيه جيتكم اليوم فى فيديو جديد وحطه جديده ان شاء الله تعجبكم وما تنسوش حبيبتي اللي ما اشتركتش في القناة تدخل تشترك وتحط لي لايك وهكا ندعم بعضنا يا رب اليوم جيتكم فيديو عن على الكوزينيال الكوزينة هني حبيت ننظف حبيت نترك شوية المنظفات اليوم جيتكم بخلطة وهي كربونات الصديوم مغرفة أو مغرفين كربونات الصديوم معاها واحد شوية خل وواحد الباكي خميره لافاني كلكم تعرفوه هنايا حطيتهم في كامل في, في الطبسي وضفت لهم شويه ماء حامي وخليتهم يترنخوا حوالي عشر دقائق 14 دقيقه ترنخوا شوي وجبت واحدة الشيفونه شيفونه فيها شوية الحديد وقلت نحكهم هنا راني يعني كامل نحك فيهم هكا باش تعطيني نتيجه مليحه احيانا نستعمل حتى احيانا حتى انا نستعمل المنظفات أه بصح يجي احيانا يعود ما عندكش فراغ لك يعود ما نستعمل الخلطه هذه نستخف بها صراحه نعملها هنا بعد ما هنا بعد ما كملت بالخلطه هذيك روح درت في طبسي اخر شويه شويه ايزيس وشويه نقطه جفال وجبت الشيتا تاعي وبديت نحكة هنايا هنا راني كامل رنختهم حوالي عشر دقائق اخرات ومن بعد بديت نحك فيه هنا شوفوا الرغوة كيفاه ربي يبارك طلعوا ما شاء الله النتيجة شوفوا تو تشوفوا في اخر الفيديو كيفاه طلع شوفوا هنايا كامل الرغاوي راني كملت العيون وكملت وهنيه رحت على الحديد تاع الكوزينير هنا كي ضفت له غير شوية ايزيس حتى هو رنختو غير ما وردت في الفيديو رنختو وصبت شوية جفال وشوية ايزيس وبديت كامل نحك في ذيك الحديدين شوفوا يا البنات كيفاه الواحد الوسخ ديالو مازال هاني لاصق شديت كامل حك 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 هنايا اليوم ما طيبتش الفطور عندي شويه فطور بعيد صراحه النهار اللي نكون نقضي ونكون حايسه في الكوزينه ولا عندي قضيه ولا ولا تعب بزاف ما نطيبش صراحه نعود ناويه اني روتيني روتيني مثلا نعرف روحي باللي انا غدوه باش يعود عندي روتين ولا حاجه ما نا نطيبش نعود نخلي من تاع البارح هني كامل راني حكيتهم كامل وتروح تو على الكوشة هنيكاي كاين هني راني ذيك نحك فيها راني حتى هي درت لها شويه من الخلطه وراني نحك فيها دابا كامل تا نعقب عليها كامل حكيتها هنايا رحت للتحت الكوزينيار التحت كامل حتى هي درت لها شويه من الخلطه وخليتها تترنق حوالي عشر دقائق وشدت حكيتها كامل يا البنات هنايا رحت على البطن تاعها والزجاج هذيك شويه شريتها هكا هنكاية ما خليتلها لها والو كامل حكيتها عفوا <applause> هنكايا كامل راني نحك فيها ومن بعد جبت لها طبه كامل نشفتها كامل ومن بعد تلاحظوا معايا في النتيجه ما شاء الله طلعت ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله نكاية حكيت حتى كامل العيون كامل تقريبا حتى هي نحيتها كامل وعاودت نظفتها شوفوا كاش طلعت النتيجة في الأخر حبايبي إن شاء الله الفيديو ديالي راه عجبكم ما تنسوش الاشتراك والقناة